عن الكنز. الحفرة دي عمقها 7 متر. تعال نشوف. كده كشاف كده بس. اتفضل بس. على عمق 6 متر في دخلة تحت الثانية. ده الاخر كده، وفي حفرة تحت هنا الاضاءة اهيت. المنطقة هنا منطقة صخرية، علشان كده ما بيحتاجوش انهم يستخدموا اخشاب في حفر الحفر او الانفاق اللي تحت الارض ديت في البحث عن الكنز. بيوصلوها باسلاك كهرباء اهيت، والحفرة بيكون عمقها او النفق ده بيكون عمقه قطره حوالي متر، بيوسع في حتت وبيضيق في حتت تانية. احنا دلوقتي في حتة من المناطق الواسعة اللي تقدر تقف فيها لو احنا عايزين، لانه بنقسم بينزل لدور تاني هنا عند عمق 6 متر ووقفوا، وبعد كده كملوا حفر لتحت تحت باتجاه عكسي. قعدت وقت قد ايه تحفروا لغايه هنا؟ توصلوا لغايه هنا؟ اللي هنا قلت لك سنه. يعني قعدتوا سنه شغالين بتحفروا عشان توصلوا لغايه دوت. تقريبا قدامكم قد ايه عشان توصلوا؟ يعني ممكن تقول مترين كده. وتاني ده مصحف؟ تحطي المصحف هنا ليه؟ حافظ للناس يعني. ده علشان الرصد والحاجات ديت؟ ايوه. في حد اللي شغال بيقرا ولا بيبقى بس محطوط كده حفظ؟ لا حفظ انا. حفظ. طب هل بترشوا حاجه، بتقروا على ميه وترشوها في المكان او اي حاجه؟ يعني الشيخ مثلا مأمنكم ازاي من الرصد؟ في ميه ملح بيرشوها كده حاجه. اهي ميه. تبقى انظم كده. رش كده. بسم الله. يعني قبل الشغل لازم يرشوا ميه بملح ويشغلوا قران او يقروا قران في المكان. تخش انت هنا اهو. لما تجيب مكان واسع بتحفر فيها براحتك. انا مش بكلفك صخور وبكلفك الات وبكلفك ده. تشتغل اسطوانات وحاجات زي كده برضه. وبتشتغلوش اجهزه، كله يدوي. ها؟ ايه؟ كله يدوي. لا في اجهزه حلها الات. في هيلتي. متوقعين تلاقوا بعد قد ايه؟ هي هنا يعني قريب، فاضل مترين. فاضل لك مترين. وهتلاقي. يا موسى. يا ان شاء الله. لكن في علامات بتقول انك قربت يعني؟ والله بيعتمد على الناس، في ناس روحانيه وحاجات زي كده. وانت شغال لقيت كام اوضه بقى؟ ايه؟ وانت شغال لقيت كام اوضه؟ في الاوضه اللي هنا دي؟ بس. دي سديناها يعني. فتحتوها ما لقيتوش فيها حاجه فسدتوها. هو ايه اخبارها ايه؟ احنا 7 متر. عادي بتبدل يعني، كل واحد نص ساعه، ساعه بكتير وبيطلع. كم ساعة بقى بتشتغل فيها؟ 5 ساعات في اليوم. 5 ساعات في اليوم؟ من الصبح؟ بالصبح او بالليل يعني. طب الراتش اللي بتطلعه ده بتخبيه ازاي؟ بتداريه ازاي عشان الجيران والاهالي ومحدش يعرف احنا فين وازاي وكده؟ في بنجيب بتاع ده عربية بشيء. عربية؟ طب الجيران ما بيحسوش؟ في جيران بتحس، بس ايه بيبلغوا ناس ومش بيبلغوا ناس. بيبلغوا يعني، في معارك تبع الشرطة بقى. في بتحصل حاجات؟ في معارك تبع الشرطه، بيقولوا لنا في ناس بلغت حاجه زي كده. بتعملوا انتوا ايه بقى؟ الناس بنوقف بتاع هنا كده، هنا قبل كده الشرطه مرتين. ما بيلقوش حد يعني قاعد وحاجه زي كده. ما بيلقوش حاجه. لكن لقوا الفتحه؟ ايه؟ لقوا الفتحه؟ لقوا الفتحه. وعملوا ايه؟ تنقيب عشوائي وحاجه زي كده. لابس كده لان كان لازم نلبس كده عشان نخش الجبل. احنا في احد المناطق في جبال دشنا اللي احنا شايفينه دوت، حفر بحثا عن الاثار او الفقر تنقيب استلاف احسن الاثار. اصحاب المكان دوت او اللي بيحفروا هنا جابوا لودر وحفروا لغايه لما نزلوا 10 متر تحت، ولما لقوا الدنيا سد وقفوا ورجعوا. تعال نشوف مكان تاني في دشنا. المنطقه ديت كان في جبانه فرعونيه هنا، وكان في بعثة آثار جت اشتغلت في المنطقة
اللي هناك كده بعثة آثار جت في المنطقة ديت، بس ما لقيتش بحث شوية ما لقيتش حاجة، بس الأهالي بحثوا، والحكايات الشعبية بتقول إن في ثلاث لقيات لقوهم في المنطقة ديت. ودي حفرة اللي أنا كنت نازل فيها دلوقتي، دي عمقها 50 متر، تحت في حيطان عليها رسومات خفيفة كده. أنا يمكن ما كملتش 50 متر، وصلت لغاية 25 متر بس وطلعت. اللي اشتغلوا فيها ما عرفش اشتغلوا فين، عمق الحفرة أو قطر الحفرة متر، في حتة بيوسع فيها بقى 1.5 متر أو 2 متر، كلها من الحجر الأبيض اللي هو ده. كل الحجارة ديت البيضة ديت طالعة من تحت، في منطقة تانية أهيت مليانة حجارة، هما حافرين 50 متر. والشيخ اللي معاهم بيقول لهم إن أنتوا قربتوا، لكن مش عارف قربوا ولا لسه.